ولتفاصيل أكثر عن جهود التحالف الوطني العمل الأهلي التنموي بينضم إلينا الأستاذ عصام عبد الرحمن مدير المركز الإعلامي لصناع الخير عضو التحالف الوطني العمل الأهلي التنموي. برحب بحضرتك يا فندم، أهلا بيك. أهلا وسهلا بحضرتك وبكل السادة المشاهدين، وكل سنة وحضرتك بألف خير وكل السادة المشاهدين بألف خير، ورمضان كريم على الجميع يا رب. وحضرتك طيب، رمضان مبارك. نشاط كبير للتحالف الوطني العمل الأهلي التنموي مستمر منذ عام، انطلق مع وصل الخير، مبادرة وصل الخير واحد رمضان الماضي، وبنشهد في رمضان القادم مبادرة كتف في كتف، بالتأكيد العديد من المبادرات والفعاليات ضمن التحالف الوطني العمل الأهلي التنموي هنشهدها خلال أيام. تفاصيل أكثر عنها يا فندم. الحقيقة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي منذ انطلاقه في مارس 22 كان بيستهدف تلبية الاحتياجات الأنية والمتوسطة وطويلة المدى للأسر الأولى بالرعاية في كل ربوع مصر، ودائما بوصلة التحالف اختيار مبادراته وكل ما يقوم به من خدمات، البوصلة دائما هي الاحتياج للأسر المستهدفة وواقعها والرؤية والأدوات اللي بيها نغير هذا الواقع للأفضل. من بين الاحتياجات الضرورية للأسر الأولى بالرعاية مع قدوم شهر رمضان المعظم الاحتياجات الغذائية. الحقيقة يعني الاحتياجات الغذائية السنة دي بشكل خاص أخذت بعد أكثر أهمية بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية اللي العالم كله بيمر بيها ومصر كانت جزء منها. الشعب المصري تعود على التكاتف والتآلف والمراحمة والدعم بعضه البعض لقطاعاته المختلفة مع حلول شهر رمضان المعظم، والحقيقة على مدار العام التحالف التقط الخيط وأطلق المبادرة الأكبر في تاريخ العمل الأهلي التنموي لدعم وتلبية الاحتياجات الغذائية، اعتمد على عوامل رئيسية تضمن له نجاح المبادرة، اعتمد على مؤسسات أهلية تنضوي تحت رايته وأعضاء فيه كلها تعمل بجد ووفق استراتيجية واحدة لتحقيق أهدافه، اعتمد على فريق وعدد ضخم من المتطوعين من الشباب على مستوى الجمهورية، اعتمد على تنسيق وتناغم كامل مع الجهاز التنفيذي للدولة، انطلق قبل ده كله بدعم ويعني تحميس وإشادة وتذليل لكل العقبات من القيادة السياسية والسيد الرئيس. كل العوامل دي الحقيقة كانت بتضمن للتحالف أنه يطلق المبادرة الأكبر اللي هي مبادرة كتف بكتف. خطوات التنفيذ على الأرض بدأت بحماس شديد. الجمعة الماضية كان يوم من أيام مصر، كان ملحمة إنسانية بيشهدها استاد القاهرة. خليني أقول لحضرتك أن الأرقام بتأكد كل الكلام اللي بقوله عشان نبعد عن الكلام الفضفاض. الاستهداف 4 مليون أسرة ب4 مليون كرتونة مواد غذائية، أرقام ما هياش قليلة. لما يعلى سقف الطموح، ما أنا بقول لحضرتك لما يعلى سقف الطموح ونصل من الأربعة مليون اللي هي في الأصل رقم كبير إن إحنا نستهدف 6 مليون، بالتأكيد ده تحدي جديد، ده يعني رغبة من التحالف ومن كل المؤسسات المنضوية تحت مظلته إنهم يقدموا الدعم الأكبر، يستفادوا من الدعم المطلق من القيادة السياسية ومن السيد الرئيس عشان أكبر عدد ممكن من الأسر المستهدفة في كل ربوع مصر تدخل رمضان ويعني تبقى مستورة دايما يا رب إن شاء الله. طبعا كان المشهد الخاطف جدا هو يعني كمان نسبة المتطوعين الشباب اللي أقدموا على هذا العمل الخيري، إزاي ساهم دمج الشباب المتطوع واللي هو طبعا أحد مكتسبات التحالف الوطني وشجعهم هذا العمل التطوعي على الدخول في هذه المبادرة والملحمة الكبيرة اللي احنا شفناها الجمعة الماضية؟ التحالف منذ إطلاقه قبل عام انتبه لأهمية
دور التطوع كقيم في دعم مسيرة العمل التنموي بشكل عام. التجارب العالمية كانت بتأكد أن التطوع عامل رئيسي في نجاح المبادرات على مستوى العالم. التحالف ما أخرش الحقيقة في التقاط الفرصة برضو، وبدأ ينشط كم ظلة من خلال مؤسساته انه يتيح الفرصه لاكبر اعداد ممكنه من الشباب. كان التنسيق الدائم مع الجامعات، كان التنسيق كمان مع الشباب في قراهم. يعني الحقيقه انا وانا بشرف اني مدير المركز الاعلامي لمؤسسه صناع الخير، بنزل بشغل ميداني مع المؤسسه في القرى، فما من قرية الحقيقة نزلناها إلا ويعني استفدنا كتحالف وكصناع الخير من وجود الشباب داخل القرية. بدأوا يساعدونا في البداية الوقوف على الأسر المستحقة، تنفيذ قاعدة البيانات اللي معانا، المساعدة في توصيل المساعدات للأسر المستحقة، المساعدة كمان في عمل الخدمات غير التقليدية. يعني الحقيقة صناع الخير كنا بنشرف الأسبوع اللي فات إن إحنا كنا في قرية نجع الجسور في مركز الطود في الأقصر، بالتوازي مع خدمات التحالف الكبير اللي بتحصل على الأرض. والحقيقة خليني برضه أقول إنه التحالف رغم اهتمامه الكبير بكتف بكتف لأنه أعماله التنموية لصالح الأهالي مستمرة، مش عايز أطيل على حضرتك في النقطة دي، بس عايز أقول إنه الشباب هنا في قرية نجع الجسور كان عامل رئيسي ومهم في ان احنا من خلال صناع الخير والتحالف نطلق مبادرة لإعادة إعمار القرية بشكل كامل، لإعادة إعمار المنازل المتهالكة، لتسليم مراكب صيد للأسر الأولى بالرعاية. الحقيقة هنا ده أنا بدي بس نموذج لأهمية ودور الشباب المتطوع في دعم مسيرة العمل التنموي اللي بيقودها التحالف من خلال المؤسسات. التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والحقيقة بيعمل وفق قاعدة بيانات موحدة للأسر الأولى بالرعاية لضمان وصول الدعم لكل الأسر بشكل عادل. الملفت أيضا ويجب التنويه عنه هو فكرة أنه التحالف أيضا بيعمل وفق قاعدة بيانات موحدة للمتطوعين، وده يمكن ساهم كمان في عملية توزيعهم على المحافظات وأيضا استثمار جهودهم وإمكانياتهم. الحقيقة قاعدة البيانات بشكل عام لكل بداية من قاعدة بيانات الجمعيات نفسها ونطاق انتشارها ونطاق عملها، مرورا بقاعدة بيانات المتطوعين في العمل الأهلي للاستثمار، وصولا لقاعدة بيانات المستفيدين، ودي المرحلة الأهم والأقوى في أهمية قاعدة البيانات. الحقيقة قاعدة البيانات على مستوى الثلاث مراحل أو الثلاث عناصر كلها غاية في الأهمية. لو قلت لحضرتك أنه المتطوعين بكل فئاتهم بكامل يعني هيئاتهم عناصر قوة لأي مجتمع مدني على مستوى العالم، قاعدة البيانات نفسها المتطوعين بيساعدوا جزء كبير في صناعتها. أنا لما كنت نازل قرية واستهدف الشباب داخل القرية في أنه ينزل معايا ويشوف ويدلني على الأسر الأولى بالرعاية، وأخرج بقاعدة بيانات واضحة للقرية، عدد الأسر، عدد أفراد الأسر، طبيعة النشاط الاقتصادي لعائل الأسر إن وجد، كل ده الحقيقة بيساعد في النهاية أني لا أهدر وقت أو مجهود في توصيل خدمة يحتاجها بشكل فعلي المستفيد ويقدمها التحالف من خلال أعضاء. أنا بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ عصام عبد الرحمن، مدير المركز الإعلامي لصناع الخير، عضو التحالف الوطني العمل الأهلي التنموي، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا يا فندم.